بتاعنا اليوم هو أبحث دروس يعني من طلبة الإخوان يعني في فيديو سابق كنت قد وضعت حاجة فيديوهات في كيفية يعني عمل خشب على الطريقة للصرف. فالإخوان يعني من الطريقة يعني كيفاش كتبدا وكيفاش كتخدم. أنا كنت غير وضعت كنشرح واحد الصورة وصافي، لكن اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة بالتفصيل. كما كتشوفوا معايا أنا خدمت هاد الجهاد اللي كتشوفوا نتوما، لاحظوا معايا هنايا هذيك خدمتهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا على شكل خشب، يعني الكورنيزه كتكون عاديه بحال هذه. انا خليت الطاقه باش نوريكم الطريقه ديالها كما كتشوفوا هنايا، ولكن باش كنرجعوا هكا خشب كما كتشوفوا ان شاء الله نوريكم الطريقه سهله ان شاء الله ابسط طرق ابسط مواد. بالنسبه للماده اللي كنخدموا بها هي الشيفونيس، رانا شرحته وغادي ندير لكم الرابط ديالو تحت الفيديو اللي بغى يشوف كيفاش كنخلطوا هذه الماده هذه اللي قابله كنقدروا نعملوا بها اي ديكور. فهمتي هي صباغه ولاني كنعدلوها راسنا حنا ماشي كتباع في الشركه. اول حاجه كنهيئوا الحيط يعني الكورنيزه ديال القبس كنهيئوها بالصباغه ديال الماء وبالكولا، فهمتي الكولا ديال الكريف اللي كنخدموا بها الكريف دائما هي اللي هي اللي كنديروها من الفوق، كنديروا الصباغه الاولى وموراها كنديروا الكولا ديال الكريف. عاد كناخذ هذه الماده هذه انا خليتكم الرابط ديالها تحت الفيديو اضغطوا عليه غادي تلقاو كيفاش تعدلوها. كنضربوا عاديه بهذا الشيفون هذا، انا حنا كنسميوه الشيفون، هذه الماده هذه اللي كنعدلو كنسميوها حنا الشيفون، فهمتي ممكن نسميوها الصباغه يعني قابله للديكور ولا اي حاجه. هذه الماده هذه كنت لكم ديروها بزاف ديكورات، تقلدوا بها وديروا بها بزاف ديكورات حتى الرسم، فهمتي كتساعد في الرسم كتساعد في كيفاش نعدلو السحاب في السقف بزاف ديال الديكورات كيمكننا نديرهم بهذه الماده هذه اللي كتشوفوا معايا. واخا كنجيبو واحد الطرابو كنشفو شويه هادشي اللي درنا، كناخدو اللون الثاني اللي عندنا هو هذا اللي كتشوفو معايا هنايا اللون القهوي، كناخدو واحد البينسول رقم واحد كنبداو بهاد الطريقة اللي كتشوفو نتوما، يعني كنبداو هكا. أنا الباتري ديال آلة التصوير عندي سلالي، يعني تمنيت انني شارجيت البارح لكن مع الاسف نتمنى ما يهضرش بيا في الفيديو هذا، هذا الشيء كنحاول نزرب باش نربح هذا الفيديو. كنجيو هنا كندير واحد شويه هكا، راه انا كنشرحش في الفيديو لاني بهذه الطريقه هنايا هنا عادي، واخا كاين التريبات ماشي مشكل يحسبوهم بحال ما كايناش. كنجيو عاوتاني نفس الطريقة هنا، كنخليو واحد شوية ديال المسافة يعني لسباس كنخليو ضروري. صافي من بعد كنشوف واحد البروتشات تكون ناشفه بحال هادي، كتكون ناشفه فهمتي نمره 27 ولا على حساب اللي لاخر. كنجيو كنبداو من هنايا كنديروه هكا بهذه الطريقه هادي باش كندمجو ديك السلعه مع السلعه اللي درنا الاولى، فهمتي هذه الطريقه ديال الدمج. طريقه سهله كندمجو ديك السلعه كامله اللي درنا. هاد البلايص هادو كنا نزيدو لهم واحد شوية على حساب باش نزيدو بان داك العروقة ديال الخشب. و
هذه الطريقه ديالها كنمشيو بها الطريقه هذه اللي كتشوفوا حتى كنكملها كامله كما كتشوفوا معايا انا ديكور سلام فهمتي كيجي زوين ديك الساعات من بعد كنكلنا الا بغينا نديروا له واحد ليكوش ديال برنيز 1003 يمكننا نديروا واحد ليكوش غير بالبروتو ولا بالبيسكو اللي كنرشو المهم بغيت تخليوها الاحسن نتوما اللي خصكم وهكذا نكون انتهينا مع الضف اتمنى ان ينال اعجابكم ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي غتوجدوا الاسرار ديال الاشتراك يعني اسفل الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب بالقناه كنشكركم والسلام عليكم في ضف اخر ان شاء الله.